موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ولله الأسماء الحسنى، وهي كما قال ابن عباس: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن أسمائه العزيز الجبار، وكل أسمائه حسن. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، إلا واحدة، 100 إلا واحدة، من أحصاها كلها دخل الجنة. معنى أحصاها على الصحيح لأنه قام بحقها، قام بحق هذه 99 اسما بأن علمها وعدها وحفظها ودعا الله عز وجل بها عالما بمعانيها متدبرا لآثارها قائما بحق كل واحد منها من العبودية له سبحانه وتعالى. أما قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فإنه يعني به المشركين. قال: وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها. بأول نوع من أنواع الإلحاد أنهم سموا بها المخلوقين، فأسماء الله الحسنى التي اختص الله بها ولا تليق إلا له أن يسمى بها المخلوق، مثل الله والرحمن والعزيز والجبار والمتكبر، خصوصا إذا اقترنت، وعموما إذا وصف المخلوق بصفة الخالق التي لا تجوز إلا له فقد مال عن الحق وألحد، لأن الإلحاد هو الميل. وإذا وصف الخالق بأسماء المخلوقين وصفاتهم وأحوالهم حتى يصفه بالنقص فذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، كمن يقول إن الله تعب، ويقول في بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام فاستراح، ومثل من يقولون إن الله فقير. فهذه أسماء المخلوقين، فمن وصف الله بأسماء المخلوقين فضلا عن أن يزيد على ذلك صفات نقص المخلوقين مثل البكاء والندم والمرض والمرض كما يقوله اليهود فقد ألحد، ومن نفى أسماء الله فقد ألحد، ومن زاد فيها ما ليس منها ونقص كما قال ابن جرير: وزادوا فيها ونقصوا، سموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات استقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، طولتهم مربوطة لأنهم يقولون أن الملائكة بنات الله، وسموا بعضها العزى
اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. عن ابن عباس: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، يعني اشتقاقا من أسماء الله. عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: اشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا اللات من الله. وسورة النجم بذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يبين عقيدة المشركين تماما، لأن الله قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فدل ذلك على أن اللات والعزى ومناه أسماء مؤنثة اشتقوها من أسماء الله، وهذا من الإلحاد. قال: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله يلحدون، فقال بعضهم يكذبون. عن ابن عباس: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: الإلحاد التكذيب، كمن أنكر بعض أسماء الله الحسنى، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقول بعضهم: ما ندري ما الرحمن الرحيم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب، اكتب باسمك اللهم. فمثل هذا الإلحاد إنكار وتكذيب بعض أسماء الله الحسنى. قال: وقال آخرون معنى ذلك يشركون. عن قتادة: يلحدون. قال: يشركون. وهذا يشمل تسمية اللات من الله واتخاذ الأوثان، لأن الأوثان عندهم تصرف لها العبادة مع الله عز وجل أو من دونه، فيكون هذا الشرك الأكبر. بوصف المخلوق أو تسميته باسم الخالق. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض، ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم. ولذلك قيل للحد، قيل للحد القبر لحد، لأنه في ناحية منه وليس في وسطه. يقال منه: ألحد فلان يلحد إلحادا، ولا حد يلحد لحدا ولحودا. وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرق بين الإلحاد واللحد، فيقول في الإلحاد إنه العدول عن القصد، العدول عن الحق يعني، وفي اللحد أنه الركون إلى الشيء. وكان يقرأ جميع ما في القرآن يلحدون إلا التي في النحل، فإنه كان يقرأها يلحدون، ويزعم أنه بمعنى الركون. وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب فيرون أن معناهما واحد، يلحد ويلحد، فيرون أن معناهما واحد وأنهما لغتان جاءتا في حرف واحد بمعنى واحد.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين، يلحدون من ألحد يلحد في جميع القرآن، وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة يلحدون. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أنهما لغتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك، غير أني أختار القراءة بضم الياء على لغة من قال الحد بدل يلحد، لأنها أشهر القراءتين، لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما. وكان ابن زيد يقول في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه إنه منسوخ. قال ابن زيد في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: هؤلاء أئمة الكفر، وقد نسخ نسخه القتال. إن الآية مقتضاها ذروهم، ذروا الذين لا يؤمنون بالآخرة. والله شرع بعد ذلك أن لا يتركوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قال ابن جرير: ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ، لأن قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه ليس بأمر من الله نبيه صلى الله عليه وسلم بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم. يعني لما نزلت الآية وهي مكية، مش ليس المقصود أنه يلزمك أن تتركهم، ولذلك يقال نسخ هذا الترك. قال: إنما هو تهديد من الله للملحدين في أسمائه، ووعيد منه لهم، كما في موضع آخر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هذا تهديد، وليس أنه أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتركهم يفعلون. وكقوله: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، وهو كلام خرج مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد، والمعنى ومعناه أن مهل الذين يلحدون يا محمد في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه فسوف يجزون إذا جاءهم أجل الله الذي أجلهم إليه، سوف يجزون جزاء أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر بالله والإلحاد في أسمائه وتكذيب رسوله. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعا وتسعين اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو واتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان.
قال وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله. بس ده مش رواية البخاري. قال وزاد بعد قوله وهو وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم المخيط الحسيب الجليل الكريم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه به، وقد رواه ابن ماجة في سننه، وسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، يعني ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الأسماء 99، وإنما ذلك كما رواه الوليد المسلم وعبد الملك ابن محمد الصنعاني وعن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد الرهوي، بمعنى أن 99 دي مش مرفوعة، مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده بعضهم زودها من الرواة اللي هو خاصة الوليد بن مسلم اجتهادا في جمعها، ولها كلام آخر سنذكره إن شاء الله. قل قولي هذا، أستغفر الله.